أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم ووضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ما بعد، رأينا فيما سبق الفعل ينقسم إلى صحيح وإلى معتل، والأسماء تنقسم إلى صحيح وإلى معتل، ويدخل ضمن المعتل المقصور والمنقص وإلى ممدود، ويمكن أن نضيف نوعا آخر يشابه الصحيح يسمى بالاسم الشبيه بالصحيح. فإذا هناك الاسم الصحيح والاسم الشبيه بالصحيح، وهناك الاسم المقصور، وهناك الاسم المنقوص، وهناك الاسم الممدود. هذه هي أقسام الاسم. الاسم الصحيح، الاسم الصحيح هو ما ليس آخره حرف إلا ولا ألفا ممدودة، كرجل وامرأة وكتاب وقلم. قلم هو آخره ميم، ليس حرف إلا. كتاب كذلك، امرأة ورجل. فإذا الاسم الشبيه بالصحيح هو ما كان آخره حرف علة، لكن تظهر عليه الحركات الثلاث كظبي ودلو، نقول هذا ظبي، ورأيت ظبيا، ومررت بظبي. فإذا الياء في ظبي يظهر عليها الرفع والنصب والجر، وهذا دلو، ورأيت دلوا، واشتريت دلوا، وملأت. على كل حال يمكن أن أتي بمثال فيه الدلو وهو مجرور، وملأت له دلوا منصوب. وعلى كل حال مررت بدلوين وأخر. طيب، مررت بدلوين. يشرب فلان يشرب من دلوين، ومن دلوين، وما ينبغي له أن يشرب من الدلوين مباشرة، ولكن إن قدر ونزل فعلى كل حال نذكرها مثالا لي. فإذا كلمة دلو كما رأينا، دلو وظبي هو اسم آخره حرف إلا، لكن هذا الحرف الذي هو حرف الإلا تظهر عليه الحركات الثلاث، يضم ويُنصب ويجهر. فإذا هو شبيه بالصحيح.